في المركز الأول، أفراح في المركز الثاني للسيد عايد منور الظفيري، المركز الثالث شجاعة للسيد فيحان ساير المطيري. نواصل هذه النتائج بعد الانتقال مباشرة إلى المضمار لنقل فعاليات شوط كأس النادي الكويتي لسباق الإيجد. مع انطلاق التقنيات في هذه المنافسة القوية وعلى كأس النادي الكويتي لسباق الهجن، من سعيد الحظ المشاركين علاقة الرائعة والمتميزة مع هذه الشعارات أرضية جانب الله رحمه الله ورحم الله وأسكنه فسيح جناته. انطلاقة موفقة في هذا الشوط، الشوط الثاني، وأذكر الأخوة الملاك والمتابعين السباق المقبل السبت القادم سيكون ايضا شوط اشواط اللقايه من اللجنه العليا لهذا السباق. عامر بن عبد الهادي المري مع المركز الاول في هذا الشوط، المركز الثاني اهلا لناصر عتيج السمار الثاني المراكز. انتقل مباشره مع المركز الثالث، المركز الثالث النجمي لطالب بن رميح الخالدي مع المركز الثالث، مباشره المركز الرابع، المركز الرابع غايب الأول مختلفة بقوة وبكل جدارة. شاهدنا متابعينا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام لازلنا متواصلين مع مقدمة الشوط، وهناك المراكز الأولى، المراكز الأولى يا هل ترى المس بالفعل مشاهدين الأعزاء هناك على معتاد اللي منصب الخميز العجمي اللي في المركز الأول، المركز الثاني مشاهدين الأعزاء هناك المركز الثاني البطران للسيد سعود ابو حمد الفهادي، المركز الثالث غاده لابناء الشهيد الشيخ فهد الاحمد الجابر الصباح ما يحتل المركز الثالث. انتقل مباشره المركز الرابع، هناك الرابع غاده محمد علي السوداني من يحتل المركز الرابع، المركز الخامس الفور ويل
الفور ويل. هو من يحتل المركز الخامس سيد عيد بن سلم الشلاحي المطيري. اذا اعود مع مزاح، مزاح لسيد منصور بن خميس الحجمي من يحتل المركز الاول في هذا الشوط، في هذا الانطلاق الذي تميز وانطلق مباشرة الى ان وصل الى مقدمة الشوط. هو من يحتل المركز الاول مع هذه الانطلاقة الرائعة اللي قدمها مزاح. مزاح لازال مزحة ثقيل بالشوط، مزحة ثقيل بالشوط غادة. مزح احتل المركز الثاني في هذا الشوط لأبناء الشهيد الشيخ بعيد الأحمد الجابر الصباح على المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام، هلا هلا مع المركز الثالث لسيد ناصر بن عتيج السمار من يحتل المركز الثالث. البترون على المركز الرابع لسعود ابو حمد الفهادي، هو من يحتل المركز الرابع في هذا الشوط. رابعا او المركز الخامس هناك غايب لسيد حسين بن محمد بن علي السوداني. يا سلام، الخمس المراكز الاولى الانطلاقة المتميزة للخمس المراكز الاولى التي تشارك بكل قوة وبكل جدارة مع المراكز الأولى. أعود مع مزاح، لا زال مزاح مزحة ثقيل في هذا الشوط. إذا المشاهدين الأعزاء هناك غادة على المركز الثاني لأبناء الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح من يحتل المركز الثاني. يا سلام، إذا هناك المنافسة، هناك الانطلاق على شوط الكاس، شوط الكاس كاس النادي الكويتي لسباق سجل لصاحب المركز الاول في هذا الشوط. علامة الكيلوين، الكيلوين الاخيرة التي تفصلنا على نهاية هذا المطاف وهذا الشوط، الشوط الثاني. المركز الثالث البطران لسعود ابو حمد الفهادي مع المركز الثالث. المركز الرابع هلا للسيد ناصر بن عتيج الشمار مع المركز الرابع. المركز الخامس غايب، حسين بن محمد علي السوداني. يا سلام، يلا يا راعي البطران، يلا يلا يا راعي البطران، لك صولات ولك جولات. الشعار اللي دائما والله ياكم شارك بالخناجر واشواط الرئيسيه. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، البطران من غير على المنافسه على الانطلاق وقاده التميز في ايضا هذه الاشواط القويه ما يفصلنا على نهايه الشوط. مشاهدينا الاعزاء، بطران لا زال في هذا الشوط. سعود ابو حمد الفهادي فرح بن سعود المتابع لهذا الشعار. المركز الثاني هناك هلا لناصر بن عتيج السمار من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث غاده، لابناء الشهيد الشيخ فهد الاحمد الجابر الصباح علامة 1200 متر ما يتبقى على نهاية الشوط. لا زال البطران، منطلق مسيطر كل التأثير على تمام الأمور. سعود أبو حمد الفهادي الكيلو الأخير، هلا والبطران، البطران وهلا يسلم. يا سلام، عاد البطران، إلى مركز الشوط، إلى المركز الأول في هذا الحدث الهام بشوط الكاس، يا سلام. إذا لا زال البطران لسعود أبو حمد الفهادي مع المركز الأول. المركز الثاني غادة، المركز الثاني لأبناء الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح. إذا المنافسة اللحظات الأخيرة، اللي تفصلنا على نهاية الشوط. البطران سعود أبو حمد الفهادي مع المركز الأول في هذا الشوط في هذه الانطلاقة. أيضا إنجازات، قدم عروض تميز بمثل هذه الأشواط. هناك أيضا غادة من تحتل المركز الثاني، ولكن تهانينا
والف مبروك للسعودي ابو حمد الفهادي على فوز البطران في المركز الاول. ثاني ايضا فلاح بن سعود المتابع لهذا الشعار، تهانينا تهانينا وحصوله على كاس النادي الكويتي للمغرب، تهانينا تهانينا والف مبروك ايضا تهانينا لابو سعود المتابع المنطلق بكل قوه مع هذا الشعار دائما مع المراكز الاولى، تهانينا والف مبروك سعود ابو حمد الفهادي على فوز البطران في المركز الاول. المركز الثاني لأبناء الشهيد الشيخ بدر أحمد الجابر الصباح، المركز الثالث هذا بالشوط القبلي، المركز الرابع المركز الثالث وصل مزاح لمنصور بن خميس العدل، المركز الرابع هذا النافع عتيد السمار، خامسا المركز الخامس فورويل لعيد السلم الشلاحي المطيري أبو حمد فوز البطاطا في المركز الأول يا قناع على هذا الانطلاق قدم لنا البطران في هذا الشوط، تهانينا والف مبروك استودعكم الله مع الشوط القادم. وتتواصل اشواط الاثاره والمتعه.